إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. الشعور بالتعب والإجهاد مش لازم يكون مرتبط بمشكلة مرضية. في ناس كتير بيعانوا من شعور بإجهاد وإرهاق دائم وهم ما عندهمش فعلا أي مرض. غالبا بيكون سبب ده حاجات تانية زي النوم عدد ساعات غير كافي، أو اللي بيقلب يومه يصحى بالليل وينام بالنهار ضد الطبيعة الربانية اللي ربنا خلقنا عليها. غالبا هتلاقي الشخص ده بيشتكي من التعب المستمر. نسيان شرب المية بيتسبب في الشعور بإرهاق. شرب المية كفاية من الحاجات اللي بتساعد على اليقظة والنشاط وحيوية الجسم. الأطعمة الغنية بالفواكه والخضروات الطبيعية بتحمي من الإحساس بالتعب، علشان بتحتوي على فيتامينات مهمة جدا زي فيتامين ب المركب وفيتامين سي. قلة النشاط البدني بتخلي الواحد عنده شعور دائم بإجهاد، علشان كده تعديل سلوكيات الحياة للسلوك الصحي هو مفتاح النجاة من الشعور بالإجهاد والتعب المستمر. فاصل ونقول لكم معلومة جديدة. المركز العالمي لمكافحة الأمراض والأوبئة CDC بيقول إن الدخان اللي انت بتستنشقه وانت قاعد جنب أي واحد مدخن بيحتوي على 70 مادة كيميائية مسرطنة، مواد بتسبب سرطان الرئة زي المدخن بالظبط، ومواد بتسبب سرطان الثدي في السيدات والبنكرياس والمثانة، غير طبعا تأثير الدخان ده على القلب والمخ. الطفل الرضيع اللي بيتعرض للتدخين السلبي ممكن يبقى عنده صعوبة في الكلام ومستوى ذكائه بيتأثر مقارنة بأقرانه اللي مش بيتعرضوا للتدخين السلبي. ومش كده وبس، ده لو السيدة الحامل تعرضت لدخان السجاير بتاع جوزها المدخن، ده ممكن يزود عند الجنين ده احتمال حدوث عيوب خلقية وممكن يؤثر على نمو الجنين، ويتسبب كمان في ان وزنه يكون اقل من الوزن الطبيعي. دمتم في صحة وسلام. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.